ثم أحبائي، شيء ثاني، عقاب الله كانت على الشعوب الكنعانية. شعب الله في القديم الله وصاه، قال له لا تكره مصريا، وحتى لما أعطاه الحدود يعني ما كانش الحدود إنه يصل مصر، لكن الكتاب واضح بيقول له لا تكره مصريا. وعندما دخلوا في أرض أدوم اللي تاب على عيسو، وعندما دخلوا أرض المؤابيين والعمونيين، قال له مش راح أعطيك وطئة قدم، يعني مش راح أعطيك ولا شبر أرض، أوعك تفكر إنك تأخذ أي قدم من هذه الشعوب.